عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. هذه الأحاديث في صدقة التطوع، أي الصدقة العامة المطلقة التي يبتغى بها وجه الله جل وعلا، فهي غير الصدقة المفروضة بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذه الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وغير صدقة الفطر التي سببها الفطر من رمضان شكرا لله جل وعلا على إكمال العدة وما يسر من الطاعات وما يرجى أن يكون غفر من الذنوب والخطيئات. زكاة الفطر واجبة عن كل شخص وعلى كل شخص يجد زيادة عن مؤونته يوم العيد وليلة العيد. أما صدقة التطوع فهي يراد منها القربة لله عز وجل، وهي تصدق الإيمان وتصدق ود المسلم لأخيه، وتدل على صدق شكره لله جل وعلا على إنعامه عليه بالغنى والسعة. هذه هي صدقة التطوع. هذه الصدقة دائمة في جميع الأوقات والأحوال، فإن وسع الله على المرء فيزيد من الصدقة، وإن ضيق عليه فبحسب حاله، وهي متنوعة جميع أجناس ما يتصدق به. فمن الصدقة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن الصدقة طلاقة الوجه عند اللقاء، ومن الصدقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الصدقة طيب القول، ومن الصدقة إذا إماطة الأذى عن الطريق. كل هذه من أجناس الصدقة. ومن الصدقة ما أشير إليه في هذه الأحاديث، الصدقة ببذل المعروف والإحسان إلى مستحقه وإلى من ليس في الإحسان إليه إساءة، كما جاء في الحديث: ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك، في كل كبد رطبة أجر حتى الحيوان. وكل ما يبذل ابتغاء وجه الله جل وعلا فهو صدق. من استكثر فإنما يستكثر من فضل الله جل وعلا عليه، ويستكثر من محو خطيئاته وضعفة حسنات ورفعة درجات. من اقتصد قلل فإنما هو في سعة، لكن ينبغي الاجتهاد في الحياة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون.